أهلا بكم مرة أخرى. وصلنا إلى فقرة ضيف الحدث. سنسلط الضوء اليوم على منافسات بطولة الرجل الحديدي والتي اختتمت منافساتها يوم أمس بالعاصمة مسقط. فقد شهدت البطولة مشاركة كبيرة من مختلف دول العالم وسط أجواء سادتها الإثارة والتحدي والمنافسة العالية. تفاصيل كثيرة حول هذا الحدث وتفاصيل أخرى سنتوقف معها رفقة ضيفنا هنا في استوديو برنامج الحدث. دعونا نرحب أولا بضيفنا عبد العزيز العبداني مدير عمليات البطولة. مرحبا فيك ومساك الله بالخير. أهلا فيكم. حسك أول شيء نبارك لكم نجاح هذا الحدث من دون أدنى شك. يعني كان جهد كبير جدا اللجنة المنظمة وأنتم برفقة زملائكم في تنظيم هذه البطولة. من دون أدنى شك أنكم يعني بذلتوا جهود كبيرة جدا في سبيل إنجاحها قبل أن تبدأ، يعني منذ عمليات التسجيل والتسويق وحتى وقت إقامة البطولة والتنسيق مع الجهات الأخرى حتى نهايتها وتكريم الفائزين فيها. مرة ثانية نبارك لكم هذا الحدث، ولكم حق في أن نستمع إليكم على الجهد الذي بذلتوه وكيف كان ختام هذه البطولة. تفضل. بداية الحمد لله رب العالمين، بداية كل شيء. وشيء آخر أيضا نقول أن المباركة نبارك فيها الجميع اللي ما تفاهموا في إنجاح هذا الحدث. مبارك لسلطنة عمان نجاح استضافة بطولة العالم، بطولة عالمية من هذا الحجم لبطولة الرجل الحديدي. جذبت العالم أكثر من 60 دولة وصلوا لعندنا في سلطنة عمان، تنافسوا قرابة 900 متسابق، تنافس كلهم في السلطنة من جميع الدول. الكل كان طلع بصورة مشرفة، طلع التنظيم بصورة مشرفة، طلع الجميع مستانس فرحان بسبب هذه البطولة. فالحمد لله رب العالمين ومبارك للجميع هذا النجاح. طيب، بطولة الرجل الحديدي أصبحت الآن أحد أبرز وأهم البطولات التي تستضيفها السلطنة. سلطت الضوء بشكل كبير جدا على الإمكانية والقدرة العالية لاستضافة مثل هذه البطولات. ما الذي استفدتموه أنتم من تنظيم هذه البطولة؟ تنظيميا من ناحية الجانب التنظيمي، الرجل الحديدي يقام في عمان من 2019 بشكل رسمي، بدأ يتوسع سنة بعد أخرى، بحيث أن صار العالم جميع أجمع العالم سلط الضوء أكثر على في من ناحية هذا الرياضة ومن ناحية هذا النوع من البطولات عندنا في سلطنة عمان. فصاير الحين العدد في تزايد يوميا، ففي لما يكون العدد في تزايد الأمور التنظيمية تزداد حجمها أكثر. فالحمد لله رب العالمين من ناحية الأخوان من وزارة التراث والسياحة دعمهم لهذا الفعالية، مسهلين كثير من الأمور التنظيمية لهذا البطولة، وأيضا جميع الجهات الحكومية الأخرى وكانت من القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضا سهل علينا كثير من الأمور في حال من ناحية التنظيمية. استفاد منها الشباب العماني بشكل عام، بحيث أن الفريق التنظيمي اليوم يضم فريق 99% فريق عماني بحت في تنظيم هذه البطولة في هذا النوع من البطولات العالمية حاليا في السلطنة. لا ننسى أيضا عندنا بطولة مسقط للرجل الحديدي وأيضا بطولة صلالة للرجل الحديدي. يعني خبرة إدارية متراكمة يعني تحققوها من خلال تنظيم مثل هذه البطولات. أنا كنت متعمد في البداية أني أتحدث عبد العزيز عن دوركم وجهدكم في تنظيم هذه البطولة من أجل أيضا تسليط الضوء على الجهد المبذول، لأن نجاح مثل هذه الفعاليات يعني لا يأتي من فراغ، وإنما يأتي طبعا يعني تخطيط سليم وإدارة جيدة ومواصلة الإدارة الجيدة هذه حتى نهاية هذه البطولة. وطبعا من دون أدنى شك التكاتف والتعاون مع كل الجهات الرسمية ذات العلاقة من أجل نجاحها. نعم. الآن بنسأل السؤال الأهم، شو اللي صار خلال 3 أيام في هذه البطولة، الأحداث اللي صارت، المنافسات، انطلاقة مسابقة السباحة والجري والدراجات الهوائية، خبرنا عن التفاصيل والمواقف والأحداث للي ما تابع، خلنا نخبر عشان مرة ثانية يتابع إن شاء الله. هو لو أني أنا بطلع بالتفصيل كل حاجة أنا يحتاج لي برنامج أو برنامج اللي بعدنا في المجمل، فنأخذ بالمجمل بالمختصر. لازم نكلم بوانا سعد عشان يوافق أن نمدد وقت البرنامج. فحمد الله رب العالمين، مثل ما ذكرت هي 3 أيام لكن استعدادها يأخذ أكثر من 6 أشهر وتدريب وعمل كبير من كل المنظمين لهذه 3 أيام. فثلاثة أيام هذه ابتدت الحمد لله رب العالمين يوم الخميس بحفل افتتاح البطولة وأيضا بحفل قرية التسجيل للمتسابقين. كل الناس اللي وصلت الحمد لله رب العالمين توجهوا إلى القرم، منطقة الفعالية على شاطئ القرم، تم تسجيلهم. من ثم تجمع لحفل إطلاق الفعالية الرسمي اللي يقيم في فندق انتركونتيننتال. فمن بعد اليوم الثاني كانت اللي هي منطقة استمرار التسجيل، ومن ثم فتح منطقة الدراجات الهوائية. كانت منطقة كبيرة بصراحة، كان منظر مهيب وجميل، يعني كثرة الدراجات الهوائية من كل الأنواع من كل المتسابقين من كل الدول، ما تربطهم إلا لغة الرياضة.
ما في هذاك خلال تجمعهم كلهم اكثر من 900 شخص في هذاك المكان لا يربطهم غير لغه الرياضه، فالتحدث والتواصل ما بينهم هي لغه الرياضه نفسها. ولغه الرياضه دائما تراها لغه حب. نعم. الرياضه دائما التي تنشر السلام والبهجه والفرحه والاندماج والتعاون والشراكه، ونحن الان نشاهد ايضا مجموعه من الصور للفعاليات الرجل الحديدي وتتويج الفائزين. مثل ما ذكرت عبد العزيز، الرياضه دائما تحمل في طياتها رسالة المحبة والسلام، وأنتم من دون أدنى شك هذا اللي سعيتم من أجل تحقيقه من خلال هذه البطولة. طيب نواصل منطقة الدراجات. منطقة الدراجات الهوائية حدث وصار في نفس اليوم عندنا يوم الجمعة على الساعة 4 انطلق سباق الأطفال، اللي هي كان مجموعة كبيرة من الأطفال، وصل عددهم إلى 600 طفل اللي سجل معنا، حتى أغلقنا التسجيل لأن العدد كان يكون أكبر ممكن من هذا العدد. مثل ما شاهد الآن أيضا على الشاشة. نعم. مجموعة من الأطفال. نعم. في أكثر من 600 طفل من كل الأعمار، فهي في أطفال أيضا من جنسيات أخرى ولا كلهم عمانيين؟ من الجنسيات الأخرى ومن الجنسيات العمانية، ومن الجنسيات العمانية هم الأكثر كان. وكما تقول ان هذا البطوله حق ايضا للمجتمع العماني انه يشارك ويكون جزء من هذا البطوله مع عائلته. حتى كان عندنا اطفال من عمر 2 لـ3 سنوات شاركوا معنا، ركضوا لمسافه 100 متر فسمحنا لهم هم والاهالي مع بعض انهم يركضوا ويخطوا خط النهائي. فهي فكره انه زرع فيهم روح التحدي من هم الصغر. الاهالي نفسهم الحين يقتنعوا ان اليوم ولدي طلع باول ميداليه من عمره 2 نطلع يعني فعالية يعني. ترفيهية أيضا إضافية، احتفاء بهؤلاء الأطفال أيضا. نعم. أيضا أنا أراها أنها أيضا يعني خطة تسويقية جيدة لجلب الأنظار لهذه البطولة من قبل المجتمع بشكل عام. نعم بالضبط. فعندنا اليوم الأخير اللي انطلق من الساعة ستة ونص صباحا يوم السبت، اللي هو سباق بطولة الرجل الحديدي. انطلق السباق من الساعة 6:30 بمرحلة السباحة كيلو 900 متر. كان آخر سباح طلع منها في 70 دقيقة خض انه طلع منها من السباحه. من ثم توجهوا الى مسار الدراجات الهوائيه اللي خض منهم 5 ساعات ونص خلال مسقط. 5 ساعات خلال 90 كيلو متر. 90 كيلو متر خلال اي نعم، عندهم كان 5 ساعات ونص، اخر متسابق خلصها في 5 ساعات ونص هذه تكمله بعد السباحه. يحضرك الرقم المحقق، الرقم الابرز في سباق الدراجات؟ في سباق الدراجات الهوائيه في الخارج 2:30 ينهو مسافة 90 كيلومتر، لكن عندنا في عمان حكم التحدي الكبير اللي احنا اضفناه في المسار من ناحية الطلوع والنزول، انها عقبة البستان وغيرها من طريق وادي عدي وصولا الى العامرات. هذا الطريق يعتبر شوية الطريق اللي هو في صعود للاعلى ومن ثم نزول الاسفل، فيحتاج خبرة كبيرة. هو بلا صعود ولا نزول متعب، كيف عاد صعود ونزول؟ فبالضبط يعني، فالتوقيت عندنا هنا لاول واحد خرج من 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 الدراجة الهوائية عملها في 3 ساعات ونص. 3 ساعات ونص كان الرقم الابرز اذا؟ اي نعم، 3 ساعات ونص هذا اسرع شخص طلع من مسار الدراجة الهوائية. جميل. وانطلق الى مسار القري اللي هو 21 كيلو متر اللي مر على شاطئ القرم وصولا الى حديقة القرم الطبيعية. طبعا حديقة القرم الطبيعية تتميز بطبيعة خلابة كبيرة. أكيد. ومعالم كبيرة. أكيد. ولا تنسى ان بليالي مسقط اللي فيها الحين. أكيد. فاليوم كان هذا كان في النهار، رجل المتسابقين كانوا كلهم يجروا على داخل الحديقة، يخرج مرة ثانية على شاطئ القرم في 3 لفات ومن ثم ينتهي الى خط النهاية. اختياركم لهذه المواقع كان مميز، يعني مثلا هذه ربما تكون يعني احد ابرز المواقع السياحية في قلب العاصمة. هل لديكم خطة في المستقبل للخروج إلى خارج العاصمة؟ نعم، حاليا احنا أقمنا بطولة في صلالة اللي هي بطولة الرجل الحديدي، نالت النجاح في شهر 9 الماضي، والحين فتحنا التسجيل أيضا لبطولة صلالة الرجل الحديدي في صلالة. وأيضا عندنا بطولة ثالثة اللي هي بتقام في مارس الشهر الجاي في مسندم، أيضا هي في نفس الرياضة في مسندم، بتكون اللي هي بطولة مسندم اكس فيستيفال. التسويق والحصول على دعم من كافة الأوجه كيف كان؟ الحمد لله رب العالمين. التسويق من ناحية التسويق للجميع وقف معنا في هذه البطولة تسويقيا، لأن هذه البطولة سترفع اسم عمان عاليا، فالحمد لله رب العالمين. أمور التسويقية من كل حد حصلناها موجودة، الجميع كان موجود، المؤتمر الصحفي الكل موجود، والتغطية أيضا صح، وإحنا افتقدنا للتغطية التلفازية اللي هي إطلاق المباشر للفعالية نفسها، لكن الحمد لله رب العالمين. الأخوان من الملكة نحاول نغطي الآن نحن هذا من خلال أيضا لقائنا بك، من هذا اللقاء. برنامج الحدث دائما متميز للأمانة، دائما متميز يعني في كل سنة إحنا لما نقيم البطولة. وتعرف دور الإعلام أيضا مهم، من دون أدنى شك دور الإعلام مهم وكبير جدا. نعم. والإعلام مرتبط أيضا بالعديد من الفعاليات، ويحاول الإعلام قدر الإمكان تغطية
تقديم تغطية موسعة لأبرز الأحداث ومعظمها وأغلبها، ولكن أن يصل الإعلام أيضا إلى كل هذه الأحداث لنقلها نقلا مباشرا، يعني هناك أيضا بعض الصعوبات الفنية وبعض التحديات الموجودة والقائمة، لكن نحن نحاول أن نضع أيدينا بأيديكم من أجل أيضا أن نستضيفكم هنا وأن نسلط الضوء على هذه الأحداث، لأنها يعني أحداث فيها جهد عالي وتستحق التغطية وتستحق أن تبرز وتستحق أن تقدم للناس إعلاميا لما فيها من جهد عالي ولأهميتها أيضا. مثل ما ذكرنا أن أحد أهداف هذه البطولة تسليط الضوء على هذا الوطن العزيز وعلى قدرته في تنظيم مثل هذه المناسبات. سؤالي الآن، هل يشترط في مسابقة رجل الحديدي، بس من أجل أن نوضح الصورة للمشاهد، هل يشترط الـ يعني سباق السباحة؟ يعني هل يمكن استبدال هذه المنافسات بمنافسات أخرى، هي ولا شرط السباحة دراجات هوائية وجري؟ هو واضح سؤالك، وهذه نقطة مهمة جدا أبينها للجميع والكل من يستمع الحين وأنه حاب أنه يكون جزء من هذه الفعالية في المستقبل. بطولة الرجل الحديدي يعني وهذه الرياضة اللي هي رياضة تريثلون يشترط فيها أن لازم عشان أنك أنت تقطع خط النهاية وتعتبر من الفائزين بالسباحة والدراجة الهوائية ومن ثم الجري، ولكن إذا في شخص يقول لك أنا ما أعرف أسبح بس أنا متميز في الدراجة الهوائية وفي الجري، من الممكن أنه يعمل له فريق، أنه في حد يجي مثلا يسبح على مكانه هو يعمل دراجة الهوائية ويجيب الشخص الثالث أنه يجري، أو أنه شخص يسبح هو يسوي الدراجة الهوائية والجري، ففي إمكانية وفي مجال للفرق أنك تشارك بفكرة شكل فريق. نحن على وشك الختام، لكن سؤال أخير، رسالة تحب أن توجهها وأمنيات قادمة تتطلع إليها فيما يتعلق بهذه البطولة على السريع. إن شاء الله نتمنى أن راح نستضيف في المستقبل بطولة العالم للرجل الحديدي في السلطنة، اللي هي راح تستضيف أكثر من 5,000 مشارك، 5,000 مع عوائلهم مع غيرهم، يعني هذا نتكلم عن أكثر 10,000 15,000 زائر يكون للسلطنة في خلال أسبوع. وهذه وهي رسالة محبة وشكر للجميع اللي ساهم في إنجاح هذه البطولة، جزاكم الله ألف خير وأشكركم، وشكرا لكم أيضا دائما على دعمكم لنا واستضافتنا لنا عندكم هنا في هذا البرنامج لنسلط بعض الأضواء على بعض هذا الأحداث. هذا واجب ودور الإعلام دائما وأبدا، كلنا شركاء، كل يعمل في مجاله من أجل تنمية هذا الوطن العزيز وخدمته بما يليق به وما هو أهل له. عبد العزيز العبداني مدير عمليات البطولة، شكرا جزيلا لك أول على جهدك أنت وزملائك اللي قمتم فيه من أجل تنظيم هذه البطولة، وشكرا جزيلا لك أيضا على وجودك معنا وإطلاعنا على كل هذه التفاصيل ووضع المشاهد في قلب الحدث حتى يتعرف على كل ما حدث وكل ما جرى في هذه البطولة الاستثنائية، وشكرا أيضا للمشاهدين الأحبة الذين تكرموا علينا بالمتابعة إلى هذه اللحظة، شكرا لكم على طيب المتابعة، شكرا لكم على المشاهدة، شكرا لكم على الاستمتاع. حاولنا أن نكون ضيوفا خفيفين عليكم وأن نقدم لكم كل الأحداث التي جرت بقالب إعلامي يناسب آمالكم وطموحاتكم. وصلنا إلى الختام، شكرا جزيلا، كونوا بأمان.